بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله باش نعملوا مكرونة محشية اللي يسموها كانيولوني، كما هذه شفتوها. هذه مكرونة محشية في الفرن بالطبيعة باش نطيبوها. هذه المكونات نتاعها. أول حاجة خذينا رطل لحم مفروم بقري، نص كيلو، معناها نص كيلو لحم مفروم. أول حاجة باش نبداو ناخذو شوية مغرفة زيت، شوية مش برشا زيت، وناخذ شوية ملح، رشة ملح، رشة فلفل أكحل، ورشة كركم. هذا اللحم نتاعنا فوحناه، خلطوه مليح. هذا اللحم نتاعنا فوحناه، خلطوه مليح بالفاح، تأكدوا اللي هو تفوح بالبداية. بعد نضيفوا له الثوم، حضرني له شوية ثوم، دخلوا في وسط الثوم. هذه النص كيلو لحم مفرومة فوحناه، عملنا له الثوم يعني راس ثوم. توا هذه راس بصل، يعني يلزم راس بصل. نقطعوها جيدة، يعني نفرموها جيدة، نخلطوها في اللحم. نضيفو نعناع، نص ربطة معدنوس هدية، توا حطينا المعدنوس والثوم والبصل. باش نضيفو جبن، اليوم عملنا جبن طوابع، معناها مثلثات جبن. نجمو نعملو جبن جريير، نجمو نعملو جبن فوندون، معناها جبن مرحي عادي. اليوم خذينا احنا الطوابع، عندنا طوابع في الدار، يعني الموجود اللي باش نستعملوه. خذينا ثلاثة طوابع وقصيناهم طريفات باش نخلطوهم في وسطهم، ونضيفولهم كعبتين عظم، معناها كعبتين عظم نكسروهم ونحطوهم فيهم ونخلطو المكونات بالكدا بالكدا. يعني ماذا بينا الحاجة اللي نحطوها نخلطوها مليح باللحم باش تدخل في وسطه. نتأكدوا من المكونات الكل دخلت في بعضها، مزجت في بعضها معنا. طيب باش نضيفوا العظم نتاعنا هذا. طيب نخلطو مليح بالكدا بالكدا، تو نبداو في الحشو.
بتاعنا، نحضر الطاجين بتاعنا. هذا الطاجين بتاعنا بالمكرونه، نبداو نعبيو بالكعبه ونرصفوهم باش جنب بعضهم، نحضروا لهم الصوص اللي باش نحطوها فيهم. في الأثناء احنا حاطين الفرن قاعد يسخن، وناخدو مغرفة صغيرة باش تعاوننا ساعة باش نعبو، خاطر نكون مغرفة كبيرة متعاونناش. كيما شفتوه عبيناهم بالكدير، ونبداو نعبو بالكعبة بالكعبة، نكملو الطاجين وبعد نوريكم كيفاش باش نعملو الصوص اللي باش يطيب فيها المكرونة هذي. هذه المكرونة متاعنا كيما شفتو حشيناها الكل وحضرناها في الطاجين متاعها، كل عبينا الكعبات الكل حضرناهم. تو باش نخلطوا لها صوص، الصوص نجمو نطيبوها ونجمو نعملوها يعني جاهزة بالمعلبات، يعني هذا الحشو متاعنا. هنا باش ناخذوا وعاء كبير، وعندنا الحكة طماطم مكعبات ولا مقشرة هكا جاهزة، يعني طماطم كعب اما هي مقطعة الى شرائح. هذه باش نستعملوا الحكة هذه، يعني عنا حكة طماطم باش نزيد نضيفوا لها مغرفة ثوم، عملنا لها مغرفة ثوم، حضرنا لها مغرفة ثوم مهرس حاضر، نضيفوا لها شوية زيت ونفوحها بالملح والحوارات الكل. نحطولها الكركم، وهذا راس الحانوت أو التبل أو الكروية كيما الناس كل واحد كيفاش يسميه، والفلفل أكحل حسب الرغبة كل واحد شنو يحب. نخلطوهم هذوما بالكدا في بعضهم، يعني طماطم كما نجمو ناخذو طماطم مكعب نطيبوها على النار يعني نقلوها شوي، كما نجمو ناخذو كل المعلبات الحكة هذيك جاهزة، وثوم وفوحناها بالكدا زدنا لها الزيت. تو نزيدو لها يلزمها برشا ماء باش تطيب المكرونة بالكدا، خاطر هي نية بالحشو نتاعها. وتو ناخذو الصوص هذيا ونصبوها فوق المكرونة الكل. هذه الصوص نتاعنا نصبوها فوق المكرونة. نحطوها في الفرن زي ما تتغمر كلها بالصوص وبالمرقة، ونحطها في الفرن. نحطوها في الفرن، النار تكون من فوق من اللوطة وعلى 200 درجة، نخلوها على الأقل ساعة في الفرن وتو كي تطيب نشوفوها بإذن الله مع بعضنا. هذه المكرونة متاعنا طابت كما شفتوها، الصوص كلها شاحت، المرقة كلها شاحت، قعدت كانت طماطم.
تو باش نشوفوها مثال، باش ناخدو باش نهزوهم هذوما مثال، هذو مكعبتين شوفوهم نحمل كل طاب، نشوفو في وسط الحمل طاب، حمل مفروض طايب، كل شيء طايب، نقدموها نحط معاها شوية صوص. هنا قصيتها باش نوريكم مثال كيفاش راهو كل شيء طاب في وسطها، حتى ثما ناس تعملها الحم طايب وتعملها مصموطة، أما هي تطيب كلها يعني نحوها بسهولة ونقصوها طايبة بكلها. كما شفتوا هكاك، هذه المقرونة متاعنا جاهزة كما شفتوها، نجم نقدموها يعني كعبة كاملة كما هي حاضرة كما شفتوها، نجم نقصوها طريفات صغار نحطوهم وحدهم يعني، باش هنا وريتكم كيفاش اللحم طاب، كل شيء المكونات اللي فيها كلها طابت، وهنا شوفوها كيفاش كاملة، نجم نقدموها كعبة كاملة نقصوها ناكلوها مرتاحين يعني، من غير خبز تنجم تتاكل، وتتاكل بالخبز كيف كيف، وتاكلوا بالشفاء وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.